الجهل والقتل والمال، سمات تميز العصر الذي نعيش فيه نحن اليوم. ولكن الذي تنبأ بهذه الأشياء أو هذه العلامات قبل 1400 سنة هو حبيبكم عليه الصلاة والسلام، تنبأ بكثرة الجهل الذي نراه اليوم، وكثرة القتل الذي نراه اليوم أيضا، وكثرة المال. بالفعل أصبح المال كثيرا جدا، لم يكن هذا المال موجودا زمن الجاهلية مثلا، أو في الفترة التي عاش فيها النبي عليه الصلاة والسلام في القرن السابع الميلادي، لم يكن المال منتشرا كما انتشر اليوم، العملات الورقية وحتى الإلكترونية وغير ذلك. أحببت اليوم أيها الأحبة أن أتأمل معكم حديثا لنبينا عليه الصلاة والسلام، والله إنه يشهد أنه رسول صادق في دعوته إلى الله عز وجل. الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، أي يكثر الجهل، يقبض العلم، وتكثر الزلازل. إذن حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل، ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج وهو القتل، حتى يكثر فيكم المال فيفيض، يصبح فائضا عن الحاجة. في السابق في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، عندما كان الإنسان يمتلك قوت يومي، قوت ليوم للأمام يعني، يوم واحد فقط، النبي كان يقول: فكأنما حازت له الدنيا، كأنه امتلك الدنيا، قوت يوم واحد وهو معافى وآمن. طيب اليوم أنت أدخل إلى بيت أي إنسان، معظم الناس طبعا، الغالبية العظمى، تجد ربما بعض الناس لديهم طعام يكفيهم لشهر، ولديهم مال يكفيهم لسنوات، على الرغم من ذلك تجده قلقا، يخاف من المستقبل. سبحان الله، على الرغم من أن المال الموجود لدى كثير من الناس اليوم يستطيع أن يكفيه كطعام لسنوات، على الرغم من ذلك تجد أن هذا الإنسان قلق وحذر من المستقبل، ويسعى للأفضل ويخاف. طبعا القضية بسيطة، الشيطان هو الذي يخوف أولياءه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان يأمر بالفحشاء، يخوفك، يقول لك سوف تجوع، سوف تمرض، سوف ينقص رزقك، سوف تتعرض لمشاكل اقتصادية. كل هذا أيها الأحبة الشيطان مسؤول عنه، ولكن المؤمن القوي يعلم أن هذا الشيطان كيده ضعيف، فقاتلوا كيد الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وهنا أيها الأحبة عبارة أو الأمر الإلهي: فقاتلوا، كأنك في معركة مع هذا الشيطان. للأسف معظمنا يغفل عن تأثير الشيطان في حياتنا. فقاتلوا، القتال يحتاج إلى مهارة، ويحتاج إلى معرفة أساليب العدو، ويحتاج إلى معرفة معلومات عن العدو وإمكانيات العدو وهو الشيطان. فإذا أيها الأحبة، على الرغم من كثرة المال نجد الكثير من الناس قلق وخائف. هذه الكثرة حتى يكثر فيكم المال فيفيض،
دليل على اقتراب يوم القيامة، لأن النبي كيف بدأ الحديث؟ لا تقوم الساعة حتى. إذن كثرة المال اليوم، طبعا أنا أبدأ من حيث انتهى النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه. طيب، ويكثر أو يكثر الهرج وهو القتل. طيب اليوم على الفضائيات ومواقع الإنترنت كل لحظة هناك حروب، قتلى كل لحظة. طب لماذا أيها الأحبة؟ طب هذه علامة من علامات الساعة، هذه الظاهرة لم تكن موجودة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني مع أنه كان على عداء مع المشركين ومع بقية يعني مثل اليهود الذين كانوا أشد عداوة له وللمؤمنين، على الرغم من ذلك كانت الحروب محدودة وعدد القتلى محدود جدا، يعني بالعشرات. اليوم تجد أي معركة تبدأ يجب أن تحصد عشرات الآلاف إذا لم يكن الملايين. إذن يكثر الهرج أي القتل. طيب كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم أن القتل سيكثر؟ يعني هذا النبي لو كان كاذبا كما يدعي الملحدون، لماذا يقول سيكثر القتل؟ انتبهوا، كان من الممكن أن يعطينا أجواء يعني مليئة بالفرح والسرور. لا لا، هو يحدثك عن الواقع، هو جاء رحمة للعالمين وأراد لنا السعادة وعلمنا كيف نكون السعداء في هذه الدنيا، ولكن حذرنا. يعني تحذير النبي لنا هو جزء من سعادتنا. وتظهر الفتن. طيب الفتن بالفعل كثرت، الفتن كثرت، فتنة المال، فتنة الربا اليوم أيها الأحبة. يعني أنا عندما أنظر أقرأ آية في القرآن يقول فيها المولى عز وجل مخاطبا كل إنسان: يمحق الله الربا، يدمر الله الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يربي يعني ينمي، يزيد، يوسع، يضاعف، هذا معنى كلمة يربي. لذلك الربوة هي المكان المرتفع. ويربي الصدقات. طيب إله يقول لي يمحق الله الربا، طيب أدخل نفسي في الربا لأغضب هذا الإله من أجل متاع قليل، ربما لا أعيش حتى أكسب هذا المتاع. إذن يجب أن نحذر أيها الأحبة، فتنة الربا اليوم يعني لا ينجو منها إلا ما رحم ربي، كما حدث في طوفان نوح عليه السلام. ويتقارب الزمان، اليوم عصر الاتصالات الرقمية، الزمان يتقارب. اليوم أنت لا تشعر إلا والنهار قد انتهى. لماذا؟ لأن الحياة أصبحت أسهل بكثير. يعني أنت تستطيع أن تسافر إلى مكان بعيد مئات الكيلومترات لتتناول وجبة غداء ثم تعود، ولا ضمن النهار، يعني ضمن فترة النهار. هذا الأمر كان مستحيل في السابق. إذن هناك انضغاط للزمان، تقارب. المعلومة اليوم أيها الأحبة تصلك أخي الحبيب عبر جزء من ثانية. أنت تعلم ماذا يدور في أمريكا الآن، فقط سرعة انتقال الموجات عبر الأثير، أو هذه الأثير كلمة قديمة لا وجود له، عبر الغلاف الجوي فقط وانعكاسها، يعني هي جزء من ثانية أنت تعلم المعلومة. لذلك انضغط الزمان سابقا حتى تحصل على معرفة أن هناك زلزال أصاب منطقة ما، ربما تستغرق أشهر حتى يأتي من هذه المنطقة من يخبرك. طيب قبل ذلك ماذا قال عليه الصلاة والسلام في بداية الحديث؟ لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل. الزلازل أيها الأحبة في دراسة حديثة تكلمنا عنها موجودة على موقع على الإنترنت، المؤشرات كلها تدل على زيادة في عدد الزلازل،
وخلال السنوات القليلة القادمة سيكون هناك زيادة في عدد الزلازل المدمرة التي تضرب الأرض في أماكن مختلفة. طيب هذه الزيادة في عدد الزلازل كيف علم بها النبي صلى الله عليه وسلم وكيف ربطها باقتراب الساعة؟ بقي لدينا في هذا الحديث الجهل. اليوم أدخل على شبكة الإنترنت، أنا تأتيني رسائل يومية، أرجو الرد على فلان، أرجو الرد على فلان، أرجو الرد على فلان، فعندما أدخل أرى كمية من الجهل ومن التخلف ومن الكلام الفارغ. هذا يفسر القرآن بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، هذا لا يفقه اللغة العربية أصلا، ويقرأ القرآن خطأ ثم يقول أنا استنبطت أو استخرجت تفاسير جديدة ومعاني جديدة، وهو لا يقرأ، لا يعلم كيف يقرأ اللغة العربية أصلا، لا يميز بين الضمة والفتحة. هذا الجهل أنبأ عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. وقبض العلم أيها الأحبة لا يكون بانتزاعه من صدور العلماء، بل بقبض العلماء. يعني قبل 100 سنة كان هناك في العالم الإسلامي عدد كبير من العلماء الربانيين المخلصين. نجد كلما تقدم الزمن يقبض هذا العالم، أي يموت يتوفى ينتقل إلى جوار ربه، ولا نجد من يخلفه، وهذه الظاهرة لم تكن موجودة في السابق. يعني في زمن الأئمة الكرام الإمام النووي يعني هؤلاء الأئمة العظام كان هناك عدد كبير من الأئمة والعلماء، اليوم تجد أن العالم يقبض لا يخلفه أحد، يأتي أناس جهال يسألونهم الناس فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون، يضلون الناس وهم يضلون أصلا أيضا. إذن أيها الأحبة أنا أود أن أختم هذا اللقاء بالسؤال، طيب هذا نبي كريم حذرنا من علامات الساعة لماذا؟ أراد أن يلفت انتباهنا اليوم، إذا رأيتم هذه العلامات الجهل وهو كثير، الفتن، القتل، كثرة المال، إذا رأيتم هذه الأشياء اعلموا أن الساعة ستأتي بغتة، ستأتي بشكل مفاجئ لا نعلم. فإذا الساعة أصبحت قريبة أحبتي في الله، ينبغي أن نحذر، يعني الوقت قصير، حاول أن تنجز أكبر كمية من الأعمال الصالحة لله سبحانه وتعالى، حاول أن يعني تستغل كل ثانية من وقتك لتعمل عمل صالح، لتدعو إلى الله، لتصلح علاقتك مع الله ومع الناس ومع الأرحام، تمتنع عن الفواحش، عن النظر إلى ما حرم الله، عن الأكل المال الناس بالباطل، عن الربا، عن الاستماع للموسيقى. اجعل حياتك عبارة عن القرآن ورضا الله سبحانه وتعالى، وأخلص في عملك، ستكسب محبة الناس أيضا وستكسب سعادة غامرة. لذلك أحبتي في الله أنا أعتبر هذا الحديث أولا يدل على أن هذا النبي صادق في دعوته، وإلا كيف استطاع أن يتنبأ بما يحصل الآن في القرن 21، وهذا الحديث قاله في القرن 7 الميلادي، 14 قرنا تفصلنا عن تلك الفترة. الشيء الثاني، النبي حريص علينا لأنه يريد لنا الخير، ولذلك قال الله تعالى في حق هذا النبي الكريم الذي جاء ليحذرنا وينذرنا ويبشرنا، قال في حقه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص يريد لنا الخير، بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حتى يتبين لهم أنه الحق.